يا أهلا فيكم من جديد. كشفت مصادر صحفية أن المملكة تخطط للبدء اعتبارا من عام 2022 في إنشاء 16 مفاعلا نوويا للأغراض السلمية وحل مشكلة إنتاج الطاقة وتحلية المياه، وذلك بتكلفة تصل إلى 80 مليار دولار، أي ما يعادل 300 مليار ريال. وبحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط التي أوردت الخبر، فإن المملكة وبقية دول الخليج تشهد نموا متزايدا في الطلب على إنتاج الكهرباء بمعدل نمو سنوي يصل لنحو 8%، وستلجأ هذه الدول لإنتاج الطاقة النووية لحل مشكلة الكهرباء. حول هذا الملف يلتحق معنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد ابن جمعة. حياك الله يا دكتور. أهلا وسهلا. يا دكتور، يعني فيما طبعا هو خبر صحفي تم أو ذكرته الشرق الزميلة الشرق الأوسط، هل نحن طبعا خلينا نتكلم بس قبل ما نتكلم من الناحية الاقتصادية، بس أبغى أتكلم من ناحية عامة، من حقنا أن نمتلك طاقة نووية لأغراض سلمية، وبالتالي يعني هو توجه حقيقة اقتصادي بالدرجة الأولى. كيف ترى توجه المملكة نحو هذا الأمر فيما لو يعني كانت فعلا الأنباء التي ذكرتها زميلة الشرق الأوسط فعلا دقيقة؟ نعم، أولا هذا الخبر يعني من عام 2010 يعني ما هو جديد، ومدينة الملك عبد الله هي تشتغل على في المجال هذا في الذري. لنا حق، دعم لنا حق. خذ مثال أمريكا عندها تقريبا 61 محطة نووية وتقريبا 99 معامل ذري. في العالم في تقريبا 450 محطة ذرية في العالم وأكثر من 30 دولة، نعم، للأغراض السلمية يعني ما فيها شيء. وبعدين إحنا في حاجته، يعني في مصلحة عامة ومنفعة اقتصادية إن إحنا نستعمل الطاقة النظيفة والذرية أو النووي طاقة نظيفة وليست متجددة. يمكن يكون بعض الناس طيب نتكلم عن الفرق. نعم. بس قبل ما تسمت في الجانب الاقتصادي. نعم. وأثر استخدام الطاقة النووية فضل. ليش الانطباع السائد لما نقول مفاعلات نووية للجانب مثلا في الجانب يعني اللاسلمي، سواء يعني إنشاء طاقة يعني قنابل نووية أو غيرها، رغم أنه نعرف وكما ذكرت أنت استند لمعلومتك أنه كثير من دول العالم. نعم. تستخدم الطاقة النووية. نعم. لأغراض سلمية، هل لأنه فعلا في دول مثل إيران ولا غيرها قاعدة تستخدم الطاقة النووية بالشماعة العامة أنها طاقة سلمية، لكنها ربما تريد أن تجعلها فعلا واجهة ولكن قد تستخدمها لأغراض غير سلمية؟ نعم، شوف هذا يجي ضمن اتفاقيات مع في دول موقع اتفاقيات مع وكالة الطاقة الدولية تشرف وتراقب هذه المحطات. طبعا يعني تستطيع أي دولة أنها بطريقة ما تخفي بعض المعامل وتستعملها لأغراض غير سلمية مثل ما حصل في إيران وبعض الدول اللي الآن أصبحت عندها طاقة نووية غير سلمية. فهذا يتخوفون من حاجتين، الناس يتخوفون هذه على المستوى الدولي أن يتحول إلى غير سلمي، بعض داخل البلدان يتخوفون يسمعون ان انفجارات او تسرب اشعاعي، مع ان الان اصبحت المحطات الذريه من يعني امنه بنسبه عاليه، يعني امنه يعني ما اخطارها محدوده يعني. طيب خلينا نتكلم عن الاثار الايجابيه من الناحيه الاقتصاديه على المملكه عندما تتوجه فعلا لاستخدام الطاقة النووية لتحلية المياه أو كذلك لتوليد الكهرباء. نعم، المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، فهي الآن عندنا نستعمل الطاقة التقليدية وهي النفط والغاز، فهي تنوع بين التقليدية وبين النظيفة مثل النووي أو الذري، وكذلك المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والحرارة الجوفية. فيجب أن تنوع محفظة الطاقة عشان تكون عندك أنواع مختلفة. احنا هنا في السعودية نستهلك ما يقارب
4,700,000 برميل مكافئ من الغاز والنفط يوميا، وبمعدل يصل إلى 6.5-7% سنويا. يعني لو نستمر على هذا نستهلك كثير. فأيضا يعني عندك سؤال يتعلق بالبيئة، احنا نبغى بيئتنا نظيفة، فالذري والشمس وهذا كلها طاقة نظيفة. لذا احنا نسعى إلى تخفيف واعتمادنا في تحلية المياه والكهرباء على الطاقة التقليدية، ويصبح لدينا طاقة متنوعة. وإذا بالتحديد نتكلم عن الطاقة الذرية، هي صحيح إنشاء المحطة مكلف، قد يصل إلى 7 ملايين 6 ملايين 8 ملايين، يعتمد على كم كيلووات المحطة. لكن عندما يتم بناء المعامل، التكلفة المتغيرة الإنتاج الاستعمالية أو الإنتاج في نفس الوقت منخفضة جدا، يعني لا تقارن بتكلفة الوقود الآخر. فهي تكلفتها في عملية الإنتاج أو توليد الطاقة يعني بسيطة. أيضا يعني من يعني ننظر لأن هذه المعاملة الآن تاريخيا في أمريكا أن عمر المعامل لو المحطة 30 سنة، الآن في بعض المحطات في أمريكا وصل عمرها إلى 40 سنة، وهذا يعني عمر طويل. طيب دكتور، حتى يعني يعني احنا تقول معناته اننا حنقلص استخدامنا للطاقة الحالية من سواء من النفط او الغاز، وبصير نعتمد على طاقة نووية، هذا اثر اقتصادي. نعم. لكن مثلا عندك مثلا محطات تحلية المياه تستهلك يمكن طاقة بشكل كبير. نعم. هل معنى ذلك ان احنا بنوفر حتى الطاقة الاخرى يعني نستخدمها حتى او توليد طاقة الكهرباء بعد؟ نعم. الان إذا جيت تحلية المياه هي تستعمل الوقود الثقيل والغاز. الآن عندنا تجربة واضحة في الخفج، الآن مدينة الملك عبد العزيز تستعمل الطاقة لإنتاج 20,000 إلى 30,000 قدم مكعب من المشروع، أعتقد بدأ. فبالتأكيد عندما نتحول حتى لو نستعمل المعامل الذرية الأحجام الكبيرة تكون للطاقة الكهربائية وغيرها، بينما تكون هناك محطات صغيرة لتحلية المياه أو استعمال الطاقة الشمسية مثل ما هو حاصل الآن. كل هذا يعطينا أولا تنوع في استعمال الطاقة، ويوفر علينا النفط اللي نستطيع أن نبيعه في الأسواق العالمية ونستفيد منه. وأيضا ممكن هذا يحول إلى منتجات، يعني هذا تنتج منه منتجات نهائية. فمعنى هنا منفعة اقتصادية، منفعة بيئية، تكون البيئة نظيفة من خالية من التلوث، وأيضا استقرار أو الأمن للطاقة، تبقى الطاقة آمنة عندنا. انتهى شيء، انخفض شيء، عندنا مصدر آخر. جميل. وهذا مهم. طيب دكتور، خليني أتكلم أنه أهمية وجود تحرك حتى سياسي تبرير استخدام الطاقة. يعني إحنا نعرف أنه أحيانا قد يأتيك من يبحث عن يعني أي مدخل له حتى يريد يهاجمك، حتى يعني أو يتحدث بسلبية عن مبررات استخدام مثل هذه الطاقة النووية بهذا الزخم، بهذا التوجه يعني عند المملكة ودول الخليج. وبالتالي لا ترى أنه مهم جدا كذلك أن يكون هناك حراك سياسي يوضح فعلا مبررات التوجه؟ أنا في رأيي أن الأهم أن يكون البلد لديه علماء، لديه خبراء في الطاقة، أن عندما نبدأ في إنشاء أول معامل ذري. حلو، هذه الدكتور. نعم. مهمة. يعني مثلا كيف تشوف حجم يعني بصراحة نبي علماء سعوديين متخصصين. نعم. في الطاقة النووية. نعم. عندما يبدأ هذا المعامل ويبدأ جامعة الملك عبدالله وغيرها والبعثات مستمرة، نحن نكون عندنا فئة من العلماء والخبراء في هذه الطاقة تساعدنا في المستقبل. فهذا من أهم الأمور اللي إحنا يجب علينا نركز عليها، إن هذا حتى من ناحية بحثية، من ناحية تجربة، إن المعامل الذري سوف يصنع خبراء وعلماء عندنا في الطاقة. قد يستعمل الطاقة الذرية تستعمل ليس فقط في الوقود، حتى في العلاج الطبي. من هذه الأشياء أنه دائم تكون في الجانب الأفضل، أنك دائم مستعد. يعني أنت معتبرني دكتور أنه من الآن كثير من الجامعات ويكون عندنا مشروع وطني فعلا للاستثمار في شبابنا، أن يكون عندنا إن شاء الله علماء في المستقبل متخصصين في الطاقة النووية. نعم.
أنا أشوف هذا من العوامل المهمة والهامة من وراء حتى إنشاء هذه المعامل الذرية أو المفاعلات، إنها بجانب العامل الاقتصادي هناك عامل بشري، هناك توظيف السعوديين، تهيئة الشباب أو الجيل الحالي والقادم على أن يكون عندنا خبراء جميل. في هذا المجال. شكرا دكتور فهد بن جمع الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى، يعطيك العافية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل لنعوده.